السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في نادي التفوق والإبداع مع سلسلة فوائد من كتاب قصص تفوق مع نظرات تعمق. تعلمنا من الكتاب أنه لا بد من مبدأ التدرج في بناء الشركات الناجحة، فبدأ صغيرا ثم تقدم بجدية وإصرار، ولا تبدأ فيلا ثم تنقلب أرنبا. من الأمور الهامة في معالجة العديد من الأوضاع هو التدرج والسعي لإصلاح الأمور شيئا فشيئا، بدلا من محاولة إصلاحها دفعة واحدة. فالتدرج يساعد على تنفيذ المهام المطلوبة، ويراعي قدرات وطاقات الآخرين للاستجابة والقيام بما هو مطلوب منهم وتحقيق الأهداف التدريجية إلى الوصول إلى الهدف الأسمى. علينا أن نستفيد من منهج التدرج ونسعى لتطبيقه في شؤون حياتنا المختلفة، وأن لا نندفع أو نتعجل، ففي التأني السلامة وفي العجل الندامة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.